مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة من انطلاقات الخير، من انطلاقات المحبة، من انطلاقات الوفاء هنا على أرضية هذا الميدان، انطلاقة شوطنا العاشر في مجموعة الأشواط والشوط العاشر الخاص. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، باللقايا القعدان المحليات الأصائل لأبناء القبائل في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول والمنطلق بهذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق المميز. صوغان من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، سيد عبد الله بن حمد بن بهيان العامري من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني متعب لحميد بن راشد بن غالب المنصوري وشاهين للسعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي من يأتي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع خديدات سالم بن ناصر بن أحمد المهيري من يأتينا رابعا، وفي المركز الخامس شاهين لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي من يأتي على المركز الخامس، وفي المركز السادس هذه الانطلاقة هنا والانطلاق شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي من يأتينا على سادس المراكز في هذا الانطلاق المميز. ولعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة بعد أن ضعنا الستة المراكز الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، هناك مع بن غالب على الصدارة مع متعب للسيد، هناك أيضا متواجد حميد بن راشد بن غالب المنصوري القادم هناك من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة للمشاركة في هذا الانطلاق المميز. صغار في المركز الثاني عبد الله بن حمد بن بهيان العامري من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث خديدات سالم بن ناصر بن أحمد المهيري من يأتينا على ثالث المراكز في هذا الانطلاق والتحدي الجميل، بينما المركز الرابع شاهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي من يأتي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، وفي المركز الخامس الذيب عيضة بن صالح بن عيضة هنا أيضا من وصل في هذه اللحظات والانطلاق والتحدي الجميل. يلا يا الصيعري بهذا الأداء المميز والانطلاق الجميل هنا على هذا التحدي، وأسماء خلف المراكز الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. هناك ايضا ياتينا الحذر لمحمد بن سالم بن جرش لغفلي من يتواجد بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى متعب المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصداره وعلى المركز الاول، حميد بن راشد بن غالب المنصوري على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، مع راعي شاهين من يتواجد بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك صغاد على المركز الثاني عبد الله بن حمد بن بهيان العامري من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث خديدات من يأتي على المركز الثالث سالم بن ناصر بن أحمد بن ناصر المهيري هنا، وفي المركز الرابع الوصول من شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، وهنا شاهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي والقادم هنا في هذه
الانطلاقة والتحدي الجميل والوصول هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز. هنا شاهين لمهير بن عبيد الخيال الطناجي مثل على المركز السادس هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة، الى المركز الاول، واسامي قادمة، اسامي بتنضم الى ركب المقدمة مع الكيل والنص ما تبقى على نهاية هذا الشوط. وهناك الصدارة، هناك المقدمة مع متعب على صدارة هذا الشوط، يسيطر على زمام الامور، يسيطر على الصدارة، على المركز الاول. متعب 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 أحمد بن راشد بن غالب المنصوري في هذه السيطرة الجميلة على صدارة هذا الشوط في هذا الانفراد المميز هنا على أرضية هذا الميدان والانطلاق المميز في هذا التحدي الجميل الجميل. المركز الثاني شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، ووصل هنا شاهين آخر محمد بن درويش بن عاطف المزروعي بن قادم. ثالثا وفي المركز الرابع القادم شاهين، شاهين مهير بن عبيد الخيال الطنيقي، وهنا ايضا اسم اخر قادم 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 شاهين للسعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي. من ياتينا بهذه الانطلاقه ومن الجانب الاخر تحديات تحديات متميزه. يا سلام الله الله، اسامي قادمه بكل قوه، ولكن متعب على الصداره، متعب على المقدمه. على المركز الاول ينطلق بصدارة هذا الشوط. ركز اخوي محمد، ركز يا محمد ركز، 600 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، نهاية الانطلاق. وعرقوب بن علوه بن علوه، وهنا متعب على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول هنا والمركز الثاني. الواصل هنا شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، ووصل بن رشيد، وصل بن رشيد شاهين مطر بن علي بن عبيد بن رشيد نكتب من وصل، ولكن الشامسي، الشامسي على الصدارة، بن عمر، بن عمر على الصدارة، بن عمر على المقدمة، بن عمر ينطلق على صدارة هذا الشوط، ينطلق بالتحدي، ينطلق بالإثارة. ها هو مشاهدينا الكرام هنا شاهين على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي صاحب سلالة شاهين هو المنطلق على الصدارة، على المقدمة. سلام لأهالي مدينة العين، سلام على التحدي، على الإثارة، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. متعب في المركز الثاني، أحمد بن راشد بن غالب المنصوري. المركز الثالث شاهين مطر بن علي بن عبيد بن رشيد، هناك شاهين مهير بن عبيد الخيال الطناجي، ووصل في المركز الخامس شاهين محمد بن درويش بن عاطف المزروعي. وفي المركز السادس من وصل هناك عندك أيضا اللي وصل في هذه اللحظات والتحدي الجميل والتوقيت الزمني لهذا الشوط مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني 7:37 وسبعة أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني المتميز لشاهين. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل أيضا لشاهين. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن علي بن عمرو الشامسي والسلام مدينة العين. المركز الثاني 7:40 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس للسيد هنا أيضا في أحمد بن راشد بن غالب المنصور على فوز متعب بالمركز الثاني. بينما ثالث المراكز من وصل شاهين مطر بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي قاطع المسافة في 7:41 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين، حظ أوفر، وفقكم الحظ في الأشواط القادمة.